غادي نرجعوا لاخر مره كنتي معنا محمد وزين على ايت راديو كانت في فيفري اللي فات اي قلبنا على لي بروميس على الوعود اللي قلتي على شي حوايج قلتي غتصوب من دابا شهر ودابا شهرين وهذا دوك نسمعوا باش ما تقولش حنا هو ان راه الا ما رجعناش الرياضه للمدرسه الا ما رجعناش الرياضه للجامعيه للمدرسه المدرسيه ما رجعناش الرياضه للحي طبعا راه ما يمكنش نحلموا بنتائج باش فعلا نقدروا نمشيو لديك لايسيس ديك بحال كنا كنديروا سيتي تخومونس لايسيس لا ريفيشيو سيتي ضيعناها مثلا بحال هذه دابا كما قلت مرض هذه مثلا من التجارب اللي نجحات واللي يمكن فرطنا فيها فاليوم كاين تفكير جدي مادام كنهضروا على العمل القاعدي وكنهضروا على التكوين اننا نرجعوها وحنا في ان شاء الله سا كومونس كون بسميت كاين واحد اللجنه مشتغله ديجا على هذا الشيء ان شاء الله في هذا الشهر في هذا الشهر القادم ان شاء الله نقدر نقول لك في ان شاء الله غادي ندخلوا الاجراء اش كاين شكرا طبعا فعلا هذا كان توجه اليوم نقدر ناكد لك بان فعلا عندنا شراكه عندنا اتفاقيات مع وزاره التعليم العالي مع وزاره ديال التربيه الوطنيه وايضا حتى الرياضه تحدث على الرياضه في الاحياء درنا الدوري ديال الاحياء ايضا كانت تنظم في رمضان واللي بغينا نحولوه لواحد الدوري وطني واللي فعلا كان نجح لان كانت واحد المجموعه ديال المدن اللي عرفت الانتعاشه فيما يخص يعني هاد الدوريات الرياضيه المساله ديال التعليم في العالي فاش تحدثنا هضرنا على درت على المدرسه لان ما يمكنش ما عندناش خيار اخر من غير اننا نرجعوا الرياضه ايضا للمدرسه والجامعه الاتفاق شنو هو ان غادي اختارينا واحد 6 او 7 ديال الجامعات اختارينا مبدئيا واقيلا كنظن 7 ديال الجامعات اللي ركزنا عليهم هاد الجامعات اللي عندهم واحد البنى ارضيه يعني واحد البنيه تحتيه رياضيه الى ما كيسي بريتميا ولا اللي غادي نزيدو فارونفورسي غادي حنا نحاولوا ندعموها باش فعلا نركزوا عليها ونعطيو اختصاصات ديال يعني واحد واحد تخصص لهاد الجامعات في واحد الاصناف الرياضيه معينه أرض البال هضرنا على هادشي هضرنا على فيه في مارس فعلا اللجنه عطاتنا التصور في مارس ولكن الاجراء لايسنس اللي هضرنا عليها مع التعليم مع الوزاره ديال التربيه الوطنيه ما يمكنش نديروه في 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 يعني في نصف السنه غادي نديروه في الدخول المدرسي اللي هو هاد السنه هذه ان شاء الله هو في الدخول علاش لان لايسنس شنو هي ان دوك اللي كنتحدثوا عليها هي ان السوايع ديال الرياضه ما تبقاش ساعه او جوج كيديروا لي تيغمون كيمشيو فعلا غادي يكون واحد التركيز على الرياضه في يعني فيما يشبه واحد النوع من الاختصاص اذا الاختصاص ما يمكنش نديروه فوسط السنه اذا تم الاتفاق ان في هذا الدخول المدرسي ان شاء الله هو فاش غادي فعلا غادي نفعلوها ما عرفتش فهمتيني شنو قلت لك ولا ما فهمتلكش لان فاش كنهضروا على لايسيس بالشكل باش كانت يعني كانوا بحال كما كنديروا ديك لا سيكسيون انجليز سيكسيون اسبانيول اللي عقلتي الموند يعني كانوا السويع كثار اذا فاش كنديروا السويع كثار ما يمكنش فوسط السنه غادي نجيو وغادي ندير اذا كان تم الاتفاق على انه مباشره بعد الدخول ان شاء الله باش يتنظموا لي زومبلوا دو طون على حسب باش يتنظموا الى اخره ايت راديو